حقيقة يعني ربما عندك مشكلة أنت في دعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر. طبعا يعني نحن حقيقة يعني أولا في مشكلتين، أولا أن هناك نوع من الخديعة مثل ما قلت، أنا نوع من الخيانة، أنك أنت تجمع فلوس من الناس هنا بحكم أنك أنت رايح تدفعها لأطفال وأيتام وناس محتاجين. أنت تقول هنا بس إذا سمحت لي، الدولة لا تدخر جهدا في تقديم العون للمنكوبين في كافة أنحاء العالم، وخير عطائها العميم لا يدع لأحد فرصة لأن يزيد على دورها في غاثة الملهوفين ومد يد العطاء لكل من ألمت به كارثة وتعرض لضيم أو عدوان، وتفعل كل ذلك بجهود سلمية في أطر إنسانية راقية تترك لدى شعوب المنطقة والعالم حبا صادقا للإمارات. هل يغفر هؤلاء لأنفسهم إقحام اسم الإمارات في أجندات تنظيمات وأحزاب سياسية غير مشروعة ترتدي عباءة الدين والدين منها براء؟ ليش تعتبر أن الإخوان المسلمين حزب غير مشروع؟ أنا علشان تنظيم محلول مثلا تنظيم محلول، وأنا أعتقد مشكلة الإخوان المسلمين يعني أنهم عندهم دائما لديهم أجندة خفية، وهم دائما ينكروا طبعا هذه الحقيقة، لكن يعني صار ليس مجال للإنكار. وش الأجندة الخفية؟ إن في يعني هم قاعدين يعني في تنظيم سري يبنى منذ سنوات طويلة. في النهاية هم مش سري، هم علني 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 يعني في نشاطهم اللي يعلنون عنه في بعض الأنشطة في بعض التحركات ربما، لكن في النهاية واضح أن هاي الجماعة هدفها في النهاية الوصول إلى السلطة. ليست جماعة دينية، ليست جماعة يعني تدعو مثلا فقط يعني تدعو إلى الفضل، لا، في النهاية في نهاية المطاف. طب هم يطرحون أنفسهم على أنهم حزب سياسي؟ يمكن في مصر حاجة، بس أنا اللي يهمني أنا أتكلم عن الجماعة أو المجموعة اللي موجودة في الإمارات. طيب أنت اليوم في الإمارات ما عندك أحزاب، ما عندك جماعات، ما عندك يعني وضع يعني قانوني يسمح لك بتشكيل تنظيمات سرية أو تنظيمات حزبية. طيب في 2002 كان منذ نهاية السبعينات محمد الحمادي يكتب مقالا يوميا في جريدة الاتحاد، كان في أوج ازدهاره الصحفي والمهني، ثم في 2002 فجأة توقف هذا النشاط ولم يعد اسم الحمادي يعني ظاهرا في جريدة الاتحاد سواء من خلال أعمال صحفية أو من خلال مقال يومي. لماذا اختفيت ثم ظهرت مرة أخرى؟ يعني يمكن هذه قصة مثيرة للاهتمام ومثيرة، ويمكن كثير من الزملاء في الصحافة الإماراتية يسألوا هذا السؤال، وإذا أنا تكلمت عن الموضوع يمكن تكون أول مرة يمكن أتكلم عن هذا الشيء. مثل ما تفضلت يعني هذيك الأيام كان محمد الحمادي عنده عمود وشغال وكل حاجة. اللي صار ربما يعني كان توقف ناتج عن مسألة مرتبطة بتاريخي في الأيام سنوات الدراسة في الجامعة بالتحديد. أنا يمكن اللي عرفني أيام الجامعة كنت نشيط في المجال الطلابي وكذا، وبشكل يعني أنت عضو مؤسس في منظمة القيادات العربية الشابة، وطبعا أيام الدراسة كنت أحد الطلاب المتفوقين، حصلت على جائزة التفوق، جائزة الشيخ راشد بن سعيد المكتوم التفوق العلمي عام 95، كنت طالب متميز في الجامعة. نعم يعني يمكن هذا الشيء يعني التميز الدراسي والتميز اللاصفي حقيقة، وكنت أشارك في الأنشطة المختلفة. وربما يمكن في فترة التسعينات اللي كنت فيها في الجامعة يعني كان من أنشط المجموعات الطلابية هي اتحاد الطلبة. وأنا كنت أشارك فيها في اللجان الإعلامية كصحفي يعني في المنشورات وكمصور، أنا كانت هوايتي الأساسية التصوير. فأنا أعتقد يعني هذه المشكلة اللي صارت لي في هذا الوقت أني أنا انحسبت على اتحاد الطلبة، والاتحاد الطلبة طبعا مثل ما أنت عارف الإمارات أخوان مسلمين. نعم أخوان مسلمين هم حقيقة. فاللي صار أن بعد هذا الوقت من الزمان، بس أنت كنت مع اتحاد الطلبة، كنت تشارك مع اتحاد الطلبة. أنا كنت أشارك، ليش؟ لأن أقول لك يعني اتحاد الطلبة في جامعة الإمارات أي طالب مستجد يدخل لازم يصير عضو بشكل تلقائي، نتيجة أنهم يساعدونه ويصدروا له بطاقات عضوية ومن هالكلام. لكن وضعي أنا يمكن ليش مختلف، أني أنا كنت كثير نشيط وكنت مشارك كثير في الأنشطة وموجود دائما، يعني دائما في أي نشاط له علاقة باتحاد الطلبة تشوف محمد موجود، أوكي بكاميرته موجود، وبعدين الأخبار اللي تكتب عن اتحاد الطلبة الأنشطة كنت موجود فيها. أنا أعتقد الربط هذا اللي صار بين الفترة هذه وبين جماعة الإخوان المسلمين اللي هم ماسكين اتحاد الطلبة. يعني أنت كنت مع الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر؟ أنا أعتقد أنا واحد اللي أنت قاعد الآن تنتقدهم. بالضبط، يعني بس أنا أعتقد أنا واحد من الشباب من جيلي، كثير من أبناء جيلي تورطنا مع هذه الجماعة بدون ما. كيف تورطتوا؟ أنت ما تعرف، أنت في النهاية أنا أعتقد أن يعني هل تم استغلالكم مثلا؟
أنا أعتقد للأسف تم استغلال جيل كامل من طرف هذه من قبل هذه الجماعة. ليش وشلون استغليتوا يعني تم استغلالكم؟ هل شوف الجماعة هذه أنا أعتقد هذا الشيء مبسر ومش غريب، يعني الجماعة هذه تستغل المدارس، كانوا موجودين كمدرسين وكإداريين في المدارس، ومن خلال الأنشطة اللي تكون سواء في المدرسة أو خارج المدرسة يتم يعني ضم أو استغلال الشباب، توظيفهم وتطعيهم ببعض الأفكار، ويدخلون من الجانب الوطني والجانب الديني، أنك أنت كشاب تحب بلدك، أنت كشاب تحب دينك، تحب مجتمعك، تحب أمتك العربية. من هذا المنطلق يدخلون على الشباب، أوكي أن تعالوا نحن قاعدين نعمل كذا. إلى الآن أنا ماني بشايف في هالأفكار مشكلة، ليش عندك مشكلة مع هالأفكار أنت؟ أشوف المشكلة الرئيسية أن أول شيء مشكلة الاستغلال اللي صار، انه انت ما تدري انك انت في تنظيم. طبعا انت فجاه تكتشف انك انت في تنظيم يعني ما تعرف عنه شيء، لان اللي يصير انه يستغلون الشباب هم صغار 17 و18 و15 سنه. الشيء الثاني ان هذا التنظيم يعني حقيقه بعد ما يعني الواحد قرا وكبر يعني شوي بدا يقرا عن هذه الاشياء يكتشف ان هاي تنظيمات سريه هدفها الوصول الى السلطه، هدفها انتزاع، بالمعنى انتزاع البيعه من شباب صغار. في النهاية أنت كشاب صغير يجونك البيعة لصالح من؟ البيعة لصالح الجماعة الإخوان المسلمين، للمرشد. المرشد صحيح، يعني أنا أفكر فيها، يعني أنا بعد حقيقة بعد قراءات وسهي يعني وصل، يعني كيف أنت تيجي تاخذ بيعة في، خلينا نتكلم عن الإمارات كحالة، يعني ما العلاقة بالدول الأخرى. في دولة فيها حكومة رشيدة، حكومة تقدم للمواطن كل حاجة، وأنت المفروض لك بيعة مباشرة مع هذا الحاكم، مع هذا الرئيس الذي لم يقصر معه حتى الجماعة هذه حقيقة ما صار أي تقصير في حقهم، رغم كل كثير من الأخطاء اللي صارت، ربما كثير من الأمور اللي حصلت، لكن أنا أعتقد أن يعني وهذه هاي الإشكالية اللي تصير، أن خطر هاي المجموعة أنها هي عندها أجندة خفية تصر أنها يعني لا تعترف بها، اللي هي تنظيم الناس والحصول على البيعة. بالضبط، وفي النهاية الوصول إلى السلطة، يعني واضح أن هذه الجماعة في النهاية هدفها الوصول إلى السلطة. ولذلك تحول محمد الحمادي إلى شخص يعني سل قلمه لمواجهة الإخوان المسلمين. مش سل، أنا ما أريد أعبر نفسي أني أنا قاعد أريد أواجه هذه المجموعة أو سليت قلمي ناحيتهم، لكن أنا إنسان أحب بلدي وأحب هذه الأمة وأحب اللي قاعد يعني كل الخير اللي صار على هذه البلد، ولا أسمح من منطلق ككاتب أن أي حد يمس ثوابت هذه البلد، أن أي حد يعمل على زعزعة أمن واستقرار البلد. هذا دوري أنا ككاتب موجود ومراقب وربما عارف ببعض خفايا الأمور اللي لها علاقة بهذه طيب الجماعة. لذلك كتبت في مايو 2010 مقالا تحت عنوان تاريخ الإمارات والهوية الوطنية، عبرت فيه عن جهل الكثير من الإماراتيين بتاريخهم قبل الاتحاد، وقلت أنه هذا السبب اللي يجعل البعض يستغل الفجوة وينقل الشباب إلى قرون الأولى للإسلام دون اعتبار لقرون مهمة وفترة تاريخية تستحق الفخر. هل عندك مشكلة أنه أحد ينقل أذهان الناس إلى القرون الأولى للإسلام؟